وصلتك معناتها الأسعار اللي قاعدة تتباع توا 1600 و1650 في بعض الأماكن؟ والله من الحقيقة منك نسمع ما وصلتنيش، ما معناها إذا كان إذا كان أنت معناها وصلتك الأخبار أعتقد أني صحيحة. شو بالنسبة لنا أنتم عند الإنتاج شو قاعد يصير؟ إحنا بالنسبة لنا عند الإنتاج ب 360 البيضة عندها مدة وذاك هو سمها ما تزادتش معناتها 360 عند الإنتاج تقريبا قداش عند البيع؟ إذا كان عند الإنتاج 1440 1440 معناتها الناس اللي قاعدة تبيع. باهي نعطيك ربما في بعض الأماكن مثلا في قربة عند الإنتاج عند الإنتاج ولا 1440 1440 عند البيع ولا عند الإنتاج؟ عند التفصيل ولا عند الإنتاج؟ عند الإنتاج ومعناتها 1500 إذا كان نمشيو احنا معناها نقولوا ثم زوج حلقات معناها 1540 في أقصى يعني 1540 في الماكس. باهي في قربة مثلا قاعدة تتباع في 1600 في بعض الأماكن فمش كون قال ب 1800 ولا نشوف لي كومنتير توا بالنسبة للناس تبع فينا على اللايف نتاعنا توا ماذا بيا تقولوا لي قداش الحارة قاعدة تتباع؟ على كل أغلبية قاعدين يقولوا ب 1600 1700 هذوما الأكثر الناس اللي قاعدة تتكلم معناتها في القروان مثلا في سبيخة ب 1600 هذوما الأسعار اللي قاعدة الناس تتحث عليها الناس اللي تقول 1550 1560 هو تقريبا اقل سعر معناتها قاعده تتباع فيه 1540 تتفق ساعات يبيع ب 1540 هذا معناها اللي اتفقوا عليه الدورجيه والمدير الجهوي للتجاره معناها هو كل جهه تنجم معناتها تتفق وحدها ولا شنو يصير؟ لا معناها إذا كان أنتم اتفقتوا حلقات الإنتاج كل مع المدير الجهوي يعني في صفاقس تم تحديد سعر ب 1540 يعني مثلا في القروان لازم اجتماع بنفس الشاكلة حتى أنه يتباع نتخيل أنا بنفس السوم معناها نتخيل أنا بنفس السوم معناها في القروان ولا في صفاقس بنفس السوم ما فماش علاش باش تزيد فماش علاش هو الحقيقة أخته ده معناها أكثرية الحديث على البيض المدة هذه هو على المخزون نتاع رمضان وللأسف معناها ثم بعض الإذاعات هنا اللي اليوم معناها نسمع في إذاعة معناها الصباح مركزين برشا على الموضوع نتاع البيض وعلى الموضوع نتاع الخزن وما فماش خزن وقت اللي احنا اليوم عندنا 14 مليون بيضة موجودة في المخازن وإحنا قداش نستحق وقت اللي احنا قلنا راهو في 10 مارس بحول الله قبل رمضان مش يكون عندنا 25 مليون بيضة في المخازن الشيفر هذايا معناها أنا تعهدت لك به عندي تو شهر وقتها كانوا عندنا معناها 3 ملايين ولا 4 ملايين اليوم هاو عندنا 14 مليون وبحول الله معناها نهار 10 مارس مش يكون عندنا 25 مليون بيضة إضافة إلى المنتوج الشهري اللي هو في حدود 150 مليون بيضة أنا نحب نطمن الناس اللي البيض مش يكون موجود ومتوفر بكميات باهية في رمضان ما فماش حتى معناها إشكالية احنا قداش نستهلكوا في رمضان تقريبا؟ احنا نستهلكوا 175 مليون بيضة ومعناتها كي يبدا عندنا 25 مليون و150 مش يولي 175 ومعناها ورمضان مش يجي في 23 مارس معناها احنا انتاجنا 150 مليون معناتها شهريا احنا شهريا وفي افريل مش يولي 153 مش يزيد دونك بحول الله المنتوج موجود ولا خوف من فقدان العظم ولا خوف من فقدان البيض الامور واضحه معناتها الامور واضحه اذا كان سي حسيب قال لكم العظم موجود راهو موجود معناتها خذوا المعلومه من خذوا المعلومه من مصدرها فوالا لانكم انتم المنتجين وانتم اللي قاعدين تخزنوا فوالا احنا اللي قاعدين نخزنوا وقاعدين نطبقوا في المخزون من عند كل فلاح ومشاو لهم مشات لهم لجنه من المجمع المهني المشترك للدواجن نهار 11 معناها فيفري هذايا ديرنيير مو ومعاها التجاره وداروا وشافوا البيت في المخازن وقاعد يكبر المخزون وبحول الله الامور عادي واضح مغير اطمئنوا معناها اطمئنوا بالنسبه للبيض اطمئنوا هيا به الحمد لله بالنسبه للبيض اطمئنوا تبقينا معناها الناس معناها فما شويه معناها
ربما كما قلت انت تو 17%، انا اعتقد انه ثم شطط، وان شاء الله بحول الله بتضافر كل الجهود معناها الاسعار راهي هذاك هو عرض وطلب. واضح المفيد لباس، وانتم ما رفعتوش في الاسعار، يعني الناس اللي قاعده ترفع توا في الاسعار معناتها راهو بالنسبه ليهم يعني معناتها على الوزاره انه تتدخل في الموضوع هذايا، لانه ما فهمش علاش اليوم واش نرفعوا في الاسعار وطونكو معناتها عند الانتاج السعر نتاع الحاره مازال هو 14.140، يعني في اقصى الحالات 15.140 الحاره تتباع للمواطن. شكرا جزيلا سيد حسيب الفخفاخ رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، اللي نتواصلوا بعضنا حتى 9 في 60 دقيقة كل مهمة 2 ساعة.